غرفة الجلوس أو غرفة المعيشة هي الغرفة التي تقضي الأسرة معظم وقتها فيها، بل قد تتعدى أحيانا ونستقبل الأصدقاء فيها ونمضي معهم الأوقات. فلابد طبعا من أخذ بعض الأمور في عين الاعتبار عند اختيار وتنسيق غرفة الجلوس، سواء من خلال الفرش أو الديكور، وكذلك اللون والإضاءة، كله طبعا بحسب علم الفانغ شوي. يعني كيف تفعلون ذلك؟ النصائح ستكون مع يعني خبيرة في علم الفانغ شوي، طبعا لنا كوريا اللي تنضم إلينا في الاستوديو. صباح الخير. صباح الخير مهيرة. صباح الخير. خلينا يعني في البداية نشرح بشكل مبسط، هل يعني هي تبدأ مرحلة يعني تضبيط غرفة المعيشة على يعني علوم الفانغ شوي أو علم الطاقة من أصلا اختيار الأثاث؟ هلا صراحة هو بيبدأ بخلينا نقول من قبل اختيار الأساس، اختيار موقع الغرفة. نعم. يفضل يكون بالجزء الأمامي من المنزل، لأن احنا بنقسم البيت قسمين، قسم أمامي وقسم خلفي. القسم الأمامي بيكون تدفق الطاقة فيه أقوى دائما، هو طاقة اليانغ الأعلى، الذكرية اللي احنا اللي بنسميها، بيكون كله حيوية ونشاط. يفضل دائما بهذا القسم من البيت يكون مثلا غرفة جلوس، غرفة السفرة، أو إذا في مكتب بالبيت. والغرف النوم هي بالقسم الخلفي لأن بتكون أخف الطاقة فيها. هي كخطوة أولى. ما في اختيارات يعني عادة؟ لا، يعني أحيانا في مثلا بنكون عاملين غرفة نوم مثلا بالأول أو هيك، بس احنا كاختيار إذا عنا الاختيار أو اللي بيبنوا، يعني في ناس بيبنوا بيوتهم بدل أحيانا غرف مثلا إيه من غرفة الصفرة نحط عوضة أوضة القعدة، هيك هيك كخطوة أولى. الخطوة الثانية طبعا الفرش والألوان الدهان. أيوه. طيب خلينا يا لنا ننتقل لموضوع الألوان، سواء ألوان يعني الحائط أو ألوان الفرش، إيش الأنسب؟ هلا لازم يكون كل، انا دائما غرفة الجلوس لازم تكون الالوان مريحة وتكون خفيفة، ويعني هو الانسب الوان من تدرجات الاخضر او الازرق او الموف. نبتعد هذا للفرش، هذا للدهان كدهان. ويكون في شوية ابيض، يعني مثلا اذا كان السقف ابيض الحيطان تكون من تدرجات هالالوان. الفرش فينا نحطه اي الوان، مثلا لازم يكون في شوية بيج او بني، بس شوي، لان احنا بنرتكب غلط احيانا بيكون البني كثير. إذا البني كتير مع الوقت بيعمل كآبة، هي رسالة غير مباشرة. ويكون في شوية بالأكسسوارات أورانج وأحمر، ما بيمنع لأنه بيعمل حركة، وأصفر بيعمل حلو، بس مو كل الفرش لا، يعني يكون ميكس إنه من الألوان هي تعمل، يعني مثلا كرسي مع كنبة أو يعني لمبة فازة. الفازة طبعا موجودة، يعني احنا بنقول انه لازم تكون العناصر الخمسة موجودة ضمن الغرفة. حتى لو أحد مثلا حط الفرش أسود، الفرش الأسود كمان هذا اللي مرة اللي احنا حكينا عليه بيصير تو، يعني مثلا يا كتير ذكر يا كتير أنثى، غلط. لازم يكون دائما في شوي ألوان معه، ممكن نكسرها بأكسسوارات، نحط مثلا شغلات أحمر، نحط ألوان تانية مع الأسود. أيه. ما يكون لون واحد. طيب شكل الكنبة يؤثر؟ يعني مثلا ال شيب اللي هي زي او زي المجلس مثلا تكون على شكل يو، اذا كانت شكل دائري هي افضل الاشكال، هي الاشكال الدائرية، لما يكون الشكل دائري بيعمل حميمية اكثر. دائري ولا مربع؟ لا دائري. الشكل الدائري دائما، حتى بالمساند بنفضل يكون الشكل الدائري، وحتى الطاولات اذا كانت الشكل دائري ما تكون زواياها حاده، ما بتعطي طاقات سلبيه، هي كثير مهمه كمان. بس يفضل دائما تكون بشكل دائري او حتى الشكل المثمن، حتى للاصدقاء وللرفقات اللي بيجوا بحسوا انه في نوع من الحميميه اكثر. ويفضل مثلا حتى الاكسسوارات اللي بنعتني فيها، مثلا فينا نحط من الاحجار الكريمه الحجر الجاد، هو حجر حلو كتير بيرمز للعيلة وبيخلي اللي بيجي يحس حاله أنه مرحب فيه أكثر وأنه هو فرد من العيلة. أي. طب الأرضية مثلا، هل واحد يغطي الأرضية كاملة مثلا ولا لا يحط سجاد، يعني قطع من السجاد؟ هلا هذا بيعتبر على الذوق، احنا ما كثير ما له علاقه بعلم الطاقه، بس احنا بنفضل انه يكون، لا طبعا له بالناحيه واحده، انه يكون السجاد مثلا انه من مواد طبيعيه. حلو. كثير مهم. ويكون دائما اللي احنا بنقول اذا الاوضه شكلها مربع لازم السجاده تكون مربعه، اذا شكلها مستطيل لازم السجاده تكون مستطيله التابع. بس اهم كمان راح اقول شغله هي كثير مهمه بتفوتنا صراحه، اهم شغله بالفونغ شوي هو تطهير المكان، ما بكفي بس تنظيفه بشكل دائم، لانه احيانا بيحمل طاقات سلبيه هذا المكان. ايش يعني تطهيره؟ تطهيره او مثلا في عندنا كذا شغله، فينا اول نستعمل ميه البحر، انه نمسحه بميه البحر بشكل عام، او مي وملح خشن، او فينا صابون الغالي اللي هو الصابون الطبيعي، فينا نغليه وناخذ المي تبعه ونمسح فيها على القليله مره بالشهر، هذا بيرفع الطاقه للاوضه، وكثير هذا الشيء منيح، يعني بخلينا شوي نكون مرتاحين اكثر.
طيب خلينا كمان ننتقل سريعا لموضوع الستائر، هل في مثلا الوان معينه للستائر؟ هل يفضل انه مثلا كمان تكون في الليل معتمه بشكل كامل ولا لا الاختيار يكون الاشياء الشفافه يمكن؟ طبعا اكيد انه الاشياء الشفافه اللي بتخلي النور يفوت، هلا بالليل اذا تسكرت هذا انه شيء ثاني، بس بالنهار طبعا لانه هو ضوء الشمس اهم شيء، لانه بيرفع الطاقه كثير وبيوازن الطاقه. طب والاضاءه كمان عفوا لازم شيء انه لازم تكون لونها الصفراء مو الابيض، لانه فيها بيكون نوع الوان الطيف اكثر وبتعطي حميميه اكثر لانه بترمز لعنصر النار، هو عنصر مهم. طيب الصور قديش الواحد يحط صور مثلا لنفسه او لعائلته؟ لا بشكل عام ساره اللي لازم نحن ننتبه له انه حجم الفرج لازم يكون متناسق مع حجم الغرفه، ما يكون الحجم ضخم او اكثر من حجم الغرفه، لانه بيعمل اعاقه، بيعمل يعني الطاقه ما بتقعد بتتحرك بشكل مريح، بيصير في شوي مثل ما بيقولوا انه الطاقه بتنزعج، لازم تكون شوي الفرش مانو كتير كبير. والصور اذا حطينا صور للعائلة باوقات حلوة انه كانوا مبسوطين برحلات او بسفر، هذا بيعمل دعم نفسي وخصوصي اذا في اطفال. والمرايا نعم او لا؟ لا طبعا المرايا بس مو بعدد كبير، بس حلوة لانه بتعطي وساعة للمكان. الصور كتير مهمة، وحتى الاكسسوارات اللي بننقيها كتير مهمة تكون شغلة اللي احنا بنحبها. طبعا ما ننتبه انه لانه موضة او لانها غالية او لانه لازم نحطها، لازم تعبر عن شخصيتنا، يعني الشخص اللي فاي يقول انه هذا صاحب البيت هي شخصيته. صحيح. احنا بنشكرك على وجودك معنا وعلى هذه النصائح طبعا المهمه. كانت معنا في الاستوديو لنا كوريا خبيره في علم الفانغ شوي.